في الشوط الرئيسي الأول. أهني أيضا المضمر علي بن فراج المري. متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه الافاضل. نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه الاشواط المسائيه ومرحلتنا الاولى من هذا المحلي الرابع. نبدا معكم في هذه الامسيه التراثيه الجميله ونزف التهنئه لمالك رابعه سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، كما نهني مضمرها علي بن فراج المري وحصولها على اول المراكز في اول اشواطنا المفتوحه وفي شوطنا الاول للبكار، كما نهني سعاده او نهني هجن الشيحانيه على فوز الوعب، ونهني سالم بن جابر بن فاران المري على تقدم الوعب وأيضا تفوقه على كل من شارك معه في أول أشواطنا للقعدان. نبدأ ونتعرف وإياكم مع شوطنا، مع شوطنا الرابع وهو مخصص للحقائق القعدان، ونتعرف مع المركز الأول وهنا الوعب لهجن الشيحانية بقيادة سالم بن جابر بن فاران المري. نتابع وإياكم المركز الثاني، التواصل هنا والوصول من راهي لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني علي بن حمد بن جرحب المري هو من يتابع راهي في المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، القدوم والوصول هنا من الشقب لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني وحمد بن محمد الدهن يتابع في التضمير. أما المركز الرابع فيصل شعار هجن الشيحانية على المركز الثاني على ظهر سراب وحمد بن علي بن حلفان المري يقود في التضمير. الدور مع المركز الخامس، الخامس يصل الجير، تعود ملكيته لسعادة الشيخ محمد بن حسن العبد الرحمن الثاني وحمد بن لزيوح المري يتابع انطلاقة الجير في هذا الشوط. نعود إلى مقدمة هذا المسار، الوعب مع المركز الأول، الوعب مع الصدارة ومع قيادة هذا الشوط. هذا الوعب، الوعب لهجن الشيحانية بقيادة سالم بن جابر بن فاران المري. الله يقرد كما قرد الوعب في الشوط الماضي مشاهدين الكرام في أول أشواطنا للقعدان. هذا الوعب كذلك أيضا نفس الأداء ونفس الشعار ونفس الملكية ونفس المضمر. يا سلام يا الوعب، الوعب الوعب لهجن الشيحانية بقيادة سالم بن جابر بن فاران المري. ولكن الجير، الجير الجير خادم مشاهدينا الكرام، تعود ملكيته لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الثاني وحمد بن لزيوح المري مع الجير. الله، هنا على المركز الثالث المتابعة من الرياض لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب عبيد بن حمد بن شيلان المري. وعلى المركز الرابع قدوم ووصول من هنا من داحس لسعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام. نعود وناخذ معكم سراب على المركز الخامس لهجن الشيحانية وحمد بن علي بن حلفان المري. نعود إلى الوعب، الوعب 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 اللي ما يعرف التعب. هذا هو الوعب مع الصدارة مع الانطلاق الأول. يا سلام، هجن الشيحانية، هجن الشيحانية مع انطلاقة الوعب. والوعب الوعب الوعب بن فاران، بن فاران ما يطلق اسم الوعب الا على قعود يعني كفو لهذا المسمى. الوعب 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 مع سالم بن جابر بن فاران المري. الله، بشعار هجن الشيحانية، هجن الشيحانية بشعارها يتألق في هذا المساء. ايها الاخوة، قلت لكم هذا نفس شقيقة في العزبة ونفس شقيقة بنفس الشعار في هذا الشوط وفي شوطنا الاول الرئيسي. هذا هو، هذا هو الوعب. تهانينا، تهانينا لهجن الشيحانية، كما نزف التهنئة الخالصة لمضمر هذا القعود سالم بن جابر بن فاران المري. الله الله الله، ثالث نقاطنا يفوز بها هذا الشعار في هذا المساء وكذلك هذا المضمر. يصل هنا على المركز الثاني الجير، يصل على المركز الثاني لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الثاني. المركز الثالث
يصل داحس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الرابع. الوصول من الرياض لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الخامس. يصل الريان لهجن الشيحانية. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أيها الإخوة، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الوعب. عند وصوله إلى خط النهاية قاطعا مسافة 3 كيلومتر في زمن وغدرة، وكان هناك منافسة من الجير، ولكن عندما صدرت التعليمات والأوامر على الوعب شفنا ما شفنا مشاهدينا الكرام. 4 دقائق 40 ثانية، 52 جزء من الثانية، 4 دقائق 40 ثانية، 42 جزء من الثانية. هذا توقيت الوعب. تهانينا لهجن الشيحانية، كما نتقدم بالتهانية لسالم بن جابر بن فاران البري. المركز الثاني يصل الجير، 4 دقائق 44 ثانية، 38 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الثاني. أما المركز الثالث، يصل على المركز الثالث مشاهدينا الكرام داحس، 4 دقائق 44 ثانية، 64 جزء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، كما نهني فيصل بن طالب بن شريم المري.